الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأستاذ رحمون هلال، عميد كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة بليدة 2 لونيس علي في العفرون. أعزائي الطلبة الجدد حاملي لشهادة البكالوريا 2020، أهلا وسهلا بكم في كليتنا، ومبروك عليكم على حصولكم لهذه الشهادة. فبالنسبة للكلية، الطلبة الذين يلتحقون بها هم حاملي شهادة البكالوريا تسيير أو رياضيات أو علوم أو تقنية رياضية. فبمجرد ما يلتحق الطالب بالكلية يسجل في السنة الأولى ليسانس نظام LMD. السنة الأولى هي سنة الجذع المشترك، يعني كل المقاييس أو المواد في هذه السنة تدرس لجميع الطلبة للسنة الأولى. ثم بعد ذلك ينتقل الطالب المتحصل على المعدل أو ما يعادل ذلك طبقا للقانون، ينتقل إلى السنة الثانية. والسنة الثانية تعتبر سنة الشعب، أي الشعبة التي يختارها الطالب عندما يتفوق في السنة الأولى. في كليتنا هناك أربعة شعب أو أربع شعب: شعبة العلوم الاقتصادية، شعبة العلوم التجارية، شعبة علوم التسيير، وشعبة العلوم المالية والمحاسبة. ثم بعد ذلك عندما يتفوق الطالب في السنة الثانية له الاختيار لعدة تخصصات في السنة الثالثة. إذن السنة الثالثة هي سنة التخصص، وحسب المواد التي تدرس في السنة الثانية والسنة الأولى وحسب المعدلات التي تحصل عليها الطالب يمكن له أن يختار التخصص الذي يراه مناسبا له. وأيضا بالنسبة للسنة الثانية، الانتقال للسنة الثالثة يكون حسب المعدل الذي يتحصل عليه الطالب، معدل 10 يعني فما فوق، أو ما يعادل ذلك أيضا طبقا للقانون. عندما يتحصل الطالب على الليسانس يمكن له أن يتوجه إلى سوق العمل حسب تخصصه، ويمكن له أيضا حسب معدله أن يتابع الدراسة في الماستر. والدراسة في الماستر هي سنتين. فأيضا هناك تخصصات، يختار الطالب التخصص ثم حسب عدد الأماكن البيداغوجية المتاحة ينتقل الطالب إلى الماستر. بعد سنتين يتحصل على شهادته. وبالنسبة للماستر هناك ثلاث سداسيات: دراسة نظرية، وسداسي فيه تحضير لمذكرة التخرج يقوم بها الطالب، يقوم بإعدادها جزء نظري وجزء تطبيقي في مؤسسة من المؤسسات الاقتصادية. عندما تحصل الطالب على الماستر يتوجه عادة إلى سوق العمل، كما يمكن له أيضا أن يشارك في مسابقة الدكتوراه. فإن تحصل على معدل يسمح له بالتسجيل في الدكتوراه، فهنا أيضا هناك تخصصات يختار الطالب حسب مستواه وحسب رغبته في مواصلة الدراسة ما بعد التدرج. فما تتميز به كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير أن الطالب عادة يمكن له الحصول على منصب شغل بدون أي مشكلة، ولكن حسب الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فنحن نعمل على تحضير الطالب لفتح مؤسسته، إنشاء مؤسسة حسب تخصصه وحسب شهادته إما ليسانس أو ماستر. فنريد نحن أن نصنع من هؤلاء الطلبة مدراء مؤسسات، رؤساء مؤسسات، صاحبي أو مالكي مؤسسات صغيرة ومتوسطة. ولذلك تتمتع الكلية وهي جزء لا يتجزأ من الجامعة بما يسمى بدار المقاولات مقاولاتية. هذه الهيئة
تسمح لطلبة بالتمرن بطبيعة الحال. هناك أساتذة وهناك طلبة نجحوا في هذه الخبرة، لهم خبرة في هذا المجال، يساعدون الطلبة على كيفية إنشاء مؤسساتهم. كما نذكر أيضا أن في الكلية مستقبلا سيفتح هناك معهد للمحاسبة أو الخبراء المحاسبين. بالنسبة للطلبة الذين سيختارون هذا التخصص لهم الحظ، سيكون لهم الحظ في المشاركة في مسابقة التحضير شهادة خبير محاسب. ثم أيضا هناك بعض الهيئات الأخرى في الكلية التي تعمل على تطوير البحث العلمي كالوكالة الموضوعاتية، فيمكن للطالب أن يستفيد من كل هذه الهيئات ومما تحمله من مزايا لتحضير مستقبل الطالب. تتمتع الكلية أيضا على مكتبة فيها أكثر من 6000 مرجع يمكن له بلغات 3، العربية والفرنسية والإنجليزية، يمكن للطالب أن يثري معلوماته وأن يحضر مذكراته أو ربما أطروحة الدكتوراه من خلال ما هو موجود كرصيد للكتب في هذه الكلية. إذن أتمنى لكم التوفيق، وأهلا وسهلا بكم في كليتنا، والسلام عليكم ورحمة الله.